أعلنت صحيفة عكاظ السعودية يوم السبت 30/1/2021 وفاة الأمير تركي ابن ناصر ابن عبد العزيز الله يرحمه. من جانبه نعى الأمير عبد الرحمن بن مساعد الفقيد عبر تويتر قائلا: اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، إنا لله وإنا إليه راجعون. من ناحية أخرى، كان قد شكر الأمير السعودي تركي ابن ناصر ابن عبد العزيز الملك سلمان ابن عبد العزيز على حسن التعامل معه خلال احتجازه في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، مؤكدا ولائه للقيادة السعودية. وقال ابن ناصر في رسالة رفعها للملك سلمان ونشرها وتم نشرها الأحد 28 يناير 2018 وسائل إعلام سعودية، قال: أتقدم إلى مقامكم الكريم بالشكر الجزيل على ما لقيناه من عدل وإنصاف، وأؤكد لكم ولائي المطلق وبيعتي لكم ولولي العهد من حوالي 3 سنين. وأضاف الأمير السعودي: سيبقى وطننا الغالي بإذن الله حصنا منيعا أمام كل محاولات الحاقدين والحاسدين والعملاء، كفانا الله شرهم. وشدد تركي بن ناصر على دحمه لمساعي ولي العهد في عمله الدؤوب نحو تطوير البلاد. ودي الرسالة اللي قدمها. طبعا هو معروف ان هو من احد اغنى اغنياء رجال الاعمال والمشاهير في السعودية، الامير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود الابن السابع من ابناء الامير ناصر بن عبد العزيز آل سعود، ووالدته هي الاميرة موضة بنت احمد، ولد في الرياض في 14 إبريل 48، ويحمل إجازة ماجستير علوم سياسية، وهو من كبار رجال الأعمال وأكثرهم ثروة الله يرحمه. وهنشوف بقى أسرته وعائلته دلوقتي وأسرار عنه وحكاية صفقة اليمامة. أسرته: الزوجة الأميرة نورة بنت سلطان ابن عبد العزيز آل سعود، والأبناء الأمير فيصل والأميرة عبير اللي هي كانت زوجة الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. ده الأمير فيصل ابن تركي بن ناصر ابن عبد العزيز. أيضا الأميرة أريج كانت متزوجة من الأمير تركي ابن عبد العزيز بن سنيان آل سعود، وأيضا الأميرة لمياء. أيضا الأميرة ريما وهي متزوجة من الأمير فهد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، وأيضا الأميرة هيفاء، كل دول أبناء. وأيضا الأمير عبد الله اللي هو رئيس مجلس إدارة عربسكو، ده الأمير عبد الله بن تركي. ضمن أكثر من 10 أسماء جاء اسم الأمير السعودي تركي ابن ناصر بين الذين جرى توقيفهم في السعودية بأمر الملكي السبت 4 نوفمبر 2017 قبل بداية حرب فلسطين عام 48 بشهر واحد فقط. ولد تركي ابن ناصر ابن عبد العزيز آل سعود في شهر إبريل بمدينة الرياض كسابع ابن لأبيه، شغل مناصب عسكرية عدة منها قائد وحدة التدريب الانتقالي والسرد الثالث عشر، إضافة إلى قيادة جناح الطيران الثالث، كما كان ضابطا بمشروع اليمامة. اتهمته صحف أجنبية ومعارضون سعوديون بأنه كان أحد المستفيدين من صفقة اليمامة والتي عقدتها السعودية مع بريطانيا. رغم اتهامه في قضايا تتعلق بالمجال البيئي، تطلق عليه الصحف السعودية لقب أمير البيئة، إذ عينه الملك فهد رئيسا عاما للأرصاد وحماية البيئة بمرتب وزير عام 2001، وجرى تجديد رئاسته للمصلحة لسنوات انتهت في 2013. وتنسب له مفاوضات المملكة مع عدد من دول الخليج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئيا بعد حرب الخليج الثانية. تدرج في المناصب داخل المملكة وشغل منصب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بمرتب وزير ونائب القوات الملكية والمستشار الخاص لوزير الطيران، كلها مناصب مهمة طبعا، ونائب قائد القوات الجوية
وإضافة إلى مناصبه الرسمية شغلا متطوعا رئاسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للتوحد في جدة. حصل على عدة دورات تدريبية دولية ومحلية، على رأسها دورة كلية الحرب في الولايات المتحدة عام 1981، وأخرى على طائرات التورنيدو الدفاعية ببريطانيا 1989، كما حصل على عدد من الأوسمة منها وسام الاستحقاق الأمريكي من درجة قائد، والاستحقاق الوطني بدرجة قائد من القوات الفرنسية، وكان رئيس هيئة أعضاء شرف نادي النصر السعودي منذ عام 2008، حتى اعتذر عن منصبه عام 2016 نظرا لارتباطاته ومشاغله، مثمنا جهود ابنه فيصل رئيس النادي في تحقيق عدة إنجازات رياضية. ده ابنه أمير فيصل. هو من أغنى الشخصيات في المملكة العربية السعودية، وثروته طائلة لأنه شغل مناصب عديدة وعمل منذ صغره ليصل إلى هذه المراحل في جمع الثروات. هو ابن عم ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ومتزوج من الأميرة نورة بنت سلطان بن عبد العزيز، ولديه منها 7 أبناء كما قلنا سابقا. وفي رجب 1434 هجرية يونيو 2013 احتفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ابن تركي بن ناصر بن عبد العزيز بزواجه من كريمة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز، وأقيم حفل الزواج في قصر الثقافة في الحي الدبلوماسي. حضر الحفل أصحاب السمو والأمراء وأصحاب المعالي ووجهاء المجتمع. وادي هنا هنشوف صور جميلة من الحفل، ده الأمير تركي بن ناصر، وهنا الأمراء سلطان ومحمد وسعود وعبد الرحمن بن مشعل إخوان العروس، وادي الأمير المعتصم بن سعود والعريس، والأمير سلطان بن سعود والأمير فيصل بن عبد العزيز، وادي الأمير تركي بن ناصر والأمير خالد بن سلطان والأمير فيصل بن تركي، أنا الأمير تركي بن ناصر والأمير مشاري بن سعود، في حفل زفاف ابنه الأمير سعود بن مشعل والأمير خالد بن سلطان والأمير عبد العزيز بن سعود والأمير محمد بن مشعل. صور جميلة من الحفل، أمير عبد العزيز بن ناصر والأمير سعود العبد الله والأمير مشاري بن سعود والأمير فيصل بن تركي بن ناصر والأمير تركي بن ناصر والأمير عبد الرحمن بن ناصر. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، وشكرا لكم، والله يرحم الأمير تركي بن ناصر.